علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث. اليوم عندكم معاملات ولا معاملات؟ معاملات اليوم. نعم معاملات. نعم معاملات. أي طيب، منع إيه؟ ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة، لأن تبيع المصحف إلى كافر يعبث به ويتهاون بالقرآن ويعمله في المواضع التي لا تليق به، لذلك لا يجوز لك أن تمكنه منه، حتى إنهم كانوا يمنعون أن يسافر الجيش إلى أرض العدو بالمصاحف حتى في وقت القتال والغزو والجهاد وكذا، يمنع الجيش من يصحب معهم المصاحف. وكذلك بيع رقيق مسلم صغير أو كبير. الرقيق المسلم لا يجوز بيعه للكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنه عندما تبيع الرقيق إلى كافر سيده يكون كافر، فهو يتصرف فيه كما يريد، ما يأمره به يجب عليه أن يفعله، يأمره بالمعصية ويأمره بالخمر ويأمره بالفسق ويأمره أن يعينه على مفاسد كثيرة، وذلك لا يجوز أن يمكن منه بحيث يكون عليه له عليه الكلمة. ومصحف وجزئه وكتب حديث. وكذلك في حكم المصحف كتب الحديث وكتب الشريعة والفقه، العلماء عندما يتكلمون في أبواب الردة على الأشياء التي توجب الردة وما فيها يعني امتهان للشرع ولدين الله تبارك وتعالى، يبدون بامتهان المصحف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعملون في كل ما يكون رمزا للشريعة. كتب الفقه يذكرونها، أن أخذ كتب الفقه وضع في محل قدرة موجبا للردة، لأن هي رمز تمثل الشريعة ويتكلم فيها على أحكام الله تعالى واستنباطات والاجتهادات المأخوذة من الكتاب والسنة، فباعتبارها رمزا لشريعة الله، وهذا أراد أن يهين ويحتقر شريعة الله، فجعلوا هذا أيضا حكم احتقار المصحف واحتقار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا، هذه إذا كان الكتاب كتب الحديث والمصحف وبيعها للكافر لعلة هي الإهانة، فمن بالك إذا كان مضمون الكتب نفسها فيها إهانة آيات الله عز وجل واستهزاء، وفيها كتب العلمانيين الآن والروايات، هل تكون أيضا نفس الحكم في البيع خاصة تباع لعامة المسلمين؟ أنت تتكلم على العكس يعني؟ يعني الحين الآن تكلموا على تصدير الكتب اللي هي مقدسة في دين المسلمين وتمكين غير المسلمين منها، هذا لا يجوز لا بالبيع ولا بغيره. والقضية الثانية تأتي في شروط المبيع، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا فيه منفعة غير شرعية، إذا كان المنفعة الموجودة في الشيء المبيع غير شرعية فلا يجوز بيعه، مثل بيع المزمار أو بيع الآلات الموسيقية أو يبيع الكلاب أو بيع، وإن كانت فيها منافع لكن منافع غير محترمة، منافع لا يعتد بها الشرع. وكذلك إذا كان المبيع فيه ما يضر المسلمين في عقائدهم أو في دينهم، أو كان يعني وسيلة إلى فساد في معتقدات أو كتب سحر أو كتب شعوذة أو كتب تعظيم زي ما يسموها الآن، مبنية على خرافات وأباطيل وأكاذيب، هذه كلها لا يجوز بها لأن فيها مفسدة على المسلمين. فينبغي صاحب المكتب إذا كان يريد أن يتحرج وأراد أن يعني يتحطاط لدينه
أنه دائما عندما يريد أن يشتري سلعة لابد أن ينظر فيها، هل هي مما يجوز بيعه وشراه وتمكين المسلمين منه أو لا يجوز. أما أن يأخذ هكذا مجرد أن يتاجر للربح، مجرد أنه ما دام كتاب مرغوب، حتى وكان هو فساد ودمار الأخلاق ولا في تحريض أو تحريش على الفاحشة، أو يعني فتح لأبواب المحرمات سواء كانت في العقائد أو في الأخلاق أو في المروءات أو في كذا، هذا كسب حرام لا يجوز، لا يجوز تداول الأشياء ولا بيعها. وهم يتكلمون في هذا الباب على الكتب التي تتعامل بالسحر أو بالشعوذة أو بالأشياء الضارة وكذا، ولا يقول أنه لا يجوز، يجب إعدامها ولا يجوز تداولها بالبيع والشراء. وصغير كافر. نعم، هذا باب آخر، هو هل يجوز أن يمكن غير المسلم من القرآن إذا كان يرجى إسلامه؟ إذا كان الإنسان هو غير مسلم مقبل على الإسلام وعنده رغبة صادقة، يعني حس منه المسلمون أنه متلهف ومطلع ويريد أن يطلع إلى القرآن وهو على أبواب أن يعتنق الإسلام، فلا بأس أن يمكن، ولكن هو ينبغي في هذه الحالة أن يمكن من معاني القرآن، خيما أن يمكن من نصوص القرآن المقدسة التي ذكر الله عز وجل أنه لا يمسه إلا المطهرون، وكافي بطبيعة الحال ولا يتطهر ولا لا من جنابة ولا من حيض ولا. فالأولى إذا أراد المسلمون أن يسلكوا هذا الباب من الدعوة على وجه صحيح أن تطبع طبعات من القرآن، لا تطبع المصحف ثم زي ما هو العادة الترجمة المعروفة هذه التقليدية، النص في الوسط وترجمة بالجانب. ينبغي أن تطبع معاني القرآن، وجمعية الدعوة الإسلامية من زمان طبعت طبعا بهذا وكانت جيدة، وأخذنا منها مجموعات وأخذناها زمان إلى البلاد برا غير المسلمين ففرحوا بها، لأنها أولا هي بلغة عصرية بخلاف التراجم، بعض التراجم موجودة، التراجم الحرفية هي لغتها كثير منها موش لغة عصرية وما يخليش القاري حتى ينسجم أحيانا مع القرآن. فكانت عندهم طبعة في جامعة الدعوة قديمة وللأسف توقفوا عنها، وكان المفروض هي التي يكثر منها والتي يركز عليها وتنتشر انتشارا واسعا، لأن ترجمة عصرية كأي كتاب آخر كانك تقرأ حديث كتاب عصي قصص وكذا، لكن يركز على معاني القرآن تركيز دقيق وترجمة قوية ومفيدة. فهذه لو يتجه إليها قسم الدعوة في كلية الدعوة وفي جهات أخرى بحيث تبقى هذه اللي تتداول في عند غير المسلمين يكون أحسن، أخذنا بالأحوط ومعش، لأن هذه ليست لا تسمى قرآن، هذه معاني القرآن. ثم بعد ذلك عندما يقبل ويقتنع ويرى معاني القرآن ويقتنع بها ويدخل الإسلام يمكن من المصحف، هذا هو الأجدر والأولى أن يعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وصغير كافر كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهم على الإسلام. وكذلك الصغير الكافر سواء كان كتابي أو مجوسي أو كبيرا. وصغير كافر كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهما على الإسلام، يعني الصغير المجوسي والصغير الكتابي أيضا لا يجوز بيعه إلى الكافر. لماذا؟ لإلا لجبرهما على الإسلام. طبعا يتكلم مع من يتكلم؟ على الرقيق، يتكلم على السبي، يعني ما يسمى من الجهاد، يعني مش معنى أن أي شيء آخر، كلم على السبي إذا يعني عندهم سبي من الجهاد وهذا السبي فيه صغير، فلا يجوز أن يبيع هذا السبي صاحبه ويبيعه لكافر، لأنه الصغير من السبي يجبر على الإسلام. وفي مفهوم صغير وهو الكبير أي البالغ تفصيل،
فإن كان يجبر على الإسلام كالمجوسي لم يجوز بيعه. كان أيضا يتكلم على السبي يعني مسبي يعني لم يجوز بيعه كان على دين مشتريه أم لا. كان يعني اللي بيتبيع حلة هو دين زي مجوسي أو كافر كفر آخر لا يختلف الأمر لا يباع له. وإن كان لا يجبر كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتريه. يعني إذا كان من ضمن السبي كبير كتابي يجوز بيعه، لكن لمن تبيعه؟ انظر يعني الرفق، حتى أحكام الشريعة فيها رحمة فيها رفق حتى بغير المسلم. قالوا هذا الكتابي الكبير لا يجبر على الإسلام لأن دينه من هذا الكتاب وهو صار مكلف، لكن إذا أردت أن تبيعه لابد أن تبيعه لمن هو على دينه، لا تبيعه لشخص يدين غير دين هذا الكتاب يؤذيه أو لا يعني يستريح معه. لذلك لابد إذا أردت أن تبيعه أيها المسلم لابد أن تبيعه إلى من هو على دين ذلك الكتاب. كان يهودي تبيعه ليهودي، كان نصراني تبيعه، لا يجوز أن تبيع كتاب نصراني ليهودي أو كتاب يهودي لنصراني. هذا التقييد استدلوا له بماذا شيخنا؟ نعم؟ هذا التقييد استدلوا له بماذا المالكية؟ التقييد إيش يعني؟ تقييد بيع الكتاب من الكتابي. هذا اللي دفع الضرر عليه، ومش بس لدفع الضرر، لأنك أنت عندما تبيع يهودي ونصراني قد يكون بينهم عداوة ولا ينصفه ولا يعطيه حقه ويبقى هو يسترقه ثم ينتقم منه من أجل دينه، حيث أنت تدفع عن نفسه تدفع عنه الأذى وإن كنت تبيعه، لكن مطلوب منك ألا تفعل شيء يضر به، لأن هناك عداوات دينية أحياناً، فهو باعتبار أنه يصير سيده وعنده عليه سلطة واشتراه بماله فقد يؤذيه، ولكن لا تبيعه إلا لمن هو على دينه. لكافر ذمي أو غيره يعني، ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر، لكافر ذمي أو غيره، وكذا يمنع بيع كل شيء. هذا طبعا لا يتكلم على الكفار الموجودين اصلا في بلاد المسلمين باي صوره من الصور، بمعاهده او بذمه او بكذا او لا يتكلم، يتكلم على الكافر المسبي، ناس يعني خرجوا الجهاد وحصل لهم سبي، هذا هو محل الكلام عنه. وكذا يمنع كل شيء علم ان المشتري قصد به امرا لا يجوز كبيع جاريه لاهل الفساد او مملوك. أيضا هذا لا يجوز بيع جارية لأهل الفساد، يعني فتاة صغيرة وهي مملوكة تريد أن تبيعها، يجوز لك أن تبيعها سواء كانت هي على دين الناس تبيعها لهم ولا، لكن يجوز لك أن تبيعها حتى للمسلمين، يعني هم تعلم أنه ماذا يفعلون بها سواء في الفجور وفي الزنا وفي المعاصي وكذا، فلا يجوز ذلك لأن هذا من الإعانة على الإجرام وعلى الفساد وعلى بيع الملابس النسائية المتبرجة وكذلك الأجهزة التي قد تستعمل في الأغاني، إذا كان يعلم حال المشتري أنه لا يستعملها باستعمال الشرعي، إذا كان يعلم فينبغي غير لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان لا يعلم فهنا السؤال، يعني بعض الناس يتوسع في هذا الأمر توسع غير مطلوب ولا يتفق مع القواعد الشرعية، بعض الناس لا يبيع أمواس الحلاقة على الإطلاق يقولك لأن هذه يحلق بها الناس لحاهم، بعض الناس لا يبيع كما قلت كل الأجهزة الإلكترونية والمسجلات أو التصوير أو كذا، لأن بعض الناس يستعملها في الفساد وفي الغناء وفي المعازف وفي مسائل أخرى، وبعض الناس لا يبيع خواتم الذهب مثلا خاصة بالرجال أو لباس الحرير اللي يلبسه الرجال ويقول لأن فيه النهي، هذا غير المطلوب وأدلة الشرع كلها يعني لا تقره، والبخاري بوب في كتابه باب في بيع ما يحرم على الرجال اللباس الذي يحرم على الرجال، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في
أنه الحلة السيارة التي ذكر عمر، وعندما أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال له عمر أعطيتنيها وقد قلت في حلة العطارد ما قلت، إنما يلبس هذا من لا خلق له، ونهاهم عنها لأن كانت حلة حرير. قال لم أكسكها لتلبسها وإنما لتصيب بها حاجتك، حلة خاصة بالرجال وهي من الحرير، وما ذاك أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. فمعنى أنت لو تبيع خاتم ذهب إلى رجل هل حرام عليه؟ ليش عارف حرام؟ لأنه قد يصيب بها حاجته كما صار بها عمر رضي الله عنه، فأهداها لأخ له مشرك قد يبيعه ويستفيد ينتفع بثمنها. قد يعني هناك وجوه كثيرة للانتفاع بهذا الشيء المحرم، لا يتعين فعله في الحرام. الشيء اللي يتعين فعله في الحرام لا يجوز العون عليه، مثل هذه الجارية، ناس معروفين بالفساد وبالفجور، فإذا تمكنتها منهم أنا يتعين هذا العمل أنك عنت عليه. لكن إذا كان هذا الجهاز يمكن يستعمل في هذه المعازف ويستعمل في الغناء وفي الأشياء المحرمة، ويمكن يستعمل في أشياء أخرى نافعة، أو تلفزيون أو إنترنت أو تليفون أو أي آلة أو أي جهاز، يعني هذا حتى الكأس وحتى السكين يمكن بعد ذلك أن يسعه التحريم. لا يجوز أن تبيع كأسا لأن ربما هناك من يشرب فيها الخمر، لا يجوز أن تبيع سكين لأن هناك من يقتل بها، لا يجوز أن تبيع سلاحا لأن هناك من يقتل بها. إذا تعين الأمر يحرم الأمر، لكن إذا لم تعين لا يحرم. وذلك لا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة، السلاح بيع السلاح أصلا في مشروع، في وقت الفتنة قالوا حرام لأنه يتعين استعماله في القتل وفي الفساد. فلا يقال أن هذه الأشياء لأن الناس يستعملونها في معاصي أنه لا يجوز بيعها، مثل أدوات الزينة الآن أو لباس النساء العارية وكذا. لباس الزينة أو زينة النساء هناك وجوه كثيرة لاستعمالها على وجه المشروع، استعملها المرأة في بيتها، استعملها العريس، استعملها. فلو منعنا بيع مواسي الحلاقة وبيع الزينة وبيع لباس النساء اللي هو فاضح وكذا، وقع الناس في الحرج. يعني بيستحد بكل نتكلم عليه خسارة، كيف يستحد ولا يجد شفرة يستحد بها؟ الحجامة. ها؟ يستعمل بالحجامة مرة. يعني في غرض مشروعة وهي مسنونة. المسائل هذه اللي كنا نتكلم عنها، هناك يعني أشياء هي لابد الناس لابد لهم منها، لا يمكن يستغنوا عنها، هي من حاجياتهم الضرورية. أن المرأة تلبس زوجها، تتزين لزوجها وتتحلل لزوجها وتلبس اللباس القصير واللباس الشفاف واللباس كذا، هذا أمر مشروع. فلو منع الناس من كل هذه الأشياء اللي يمكن تستعملها النساء في خارج البيوت أو تستعملها مفاسد، يكون وقع الناس في الحرج. وأشياء لم تأتي للحرج تأتي لرفع، أتت لرفع الحرج لم تأتي للحرج. فكل ما هو يستعمل استعمال صالح واستعمال فاسد الأصل فيه جواز، وكذلك أصل جواز في جواز بيعه وتداوله وجواز تصنيعه أيضا. لكن متى يكون ممنوعا؟ إذا علم وتعين أنه يستعمل للفساد، فذاك الوقت لا يجوز. مثل ما ذكرنا في السلاح وقت الفتنة، ولا تعين أن هذا الجارية تعطيها لها الفساد أنهم يفجرون بها، هذا يبقى الأمر منه. لكن إذا التبس عليك الأمر والأمر كان محتمل ويمكن يستعمل هكذا يستعمل هكذا، فالأصل فيه هو الجواز والأصل فيه الإباحة، ولا يمنع ولا يمنع الناس مثل هذه المسائل اللي يقعون في الحرج الشديد. نعم. غلط استعمال الفاسد، غلط استعمال الفاسد، ما يخليش مثلا حرام. لا يحرمه جميعا، هذا يعتمد على كل حالة بحالها. فمثلا الذي يستورد هذه السلع بالجملة هذا لا حرج عليه لأنه لم يعين الشخص الذي يستعمله. الشخص الذي فتح محل لبيع هذه المسائل، إذا أتاه من يعرف من حاله أنه لا يستعمله في الفساد، هذا لا يجوز أن يبيع له، لا يجوز أن يبيع له. لكن إذا كان هو الناس كثرة فيهم استعمال هذا الفساد، هناك من يستعمل الاستعمال الصحيح، وأنت الذي أتاك لا تعرف ما إذا كان هو من الغالب ولا من القليل، فالأصل أنه لا يمنع البيع. بعض السراويل خصيصا تلبس يعني للبنات اللي غير متزوجات، يلبسون في الخارج، مستحيل يحوش يلبسون يعني، وتم التحم غالي.
هل الغالب هنا يقول لا ربما استعنى في الحلال؟ شوف الحلال يعني مثلا يعني. يعني اريد ان ادخل في صفصفه اسمع، يعني يقول لك اذا انت تحققت ان هذا الشيء بعينه لا يستعمل الا في الحرام فلا يجوز لك العون عليه. اما انك تفترض وتقول هذا لا يمكن يستعمل الا كذا، هذا ربما قد غيرك يقول غير هذا الكلام، لكن انت اذا انت في مكان ووقع في عقلك هذا واقتنعت ان هذا شيء لا يستعمل في الحرام فاقول لك لا يجوز لك ان تعين على الحرام. اما ان تعمل حكم عام هكذا تصدر فتوى وتقول لأن هذا السروال أو هذا الكذا لا يستعمل أو في الغالب لا يستعمل في الحرام وتقول ذلك لا يجوز بيع هذه السروال ولا يجوز كذا، هذا ليس هو من الصواب وليس من الحكمة. الأصل في هذه المسائل استعمال استعمال صحيح واستعمال قبيح، الأصل فيها البيع في بيعها وصناعتها، الأصل فيه الجواز بحيث ما الناس لا تقف هذا. ثم بعد ذلك كل حالة وحالة، إذا كان تعين هذا الفساد مثل بيع الجارية للفجور أو بيع العنب لمن يعصرها خمرا او بيع الاشياء اللي كنا نتكلم عنها اللي تعينت سلاح لقتال فهذا لا يجوز. اما اذا كان في احتمال والناس يستعملونه كثيرا في هذا الامر وانت بعته ولا تعلم ولم يتعين الذي ياخذ منك لهذا المساله فلا ارى ان المنع هو الاصل في الموضوع هذا. الامتناع عند امتناع البايع يعرف حال المشتري بيمتنع لبيع السلعه هذه عندما يعلم ايه؟ عندما يعلم البائع ايه؟ حال المشتري انه هو بيستعملها في الحرام ايه؟ ما يحدث معناه في المحلات العامه ايه؟ فيقع في حرج البائع يعني معناه لا هو عليه انه يعمل نفسه مخلص اما يطلب سعر غالي ما يعمل أي شيء كيف يصرف عنه. بإمكانك تقدر تجد طرق كثيرة بحيث أنك لا تبيع تفصل بها أو تذم السلعة أو تقول الناس يشكو منها أو أي شيء كلام، لأنك أنت لما تقع في إما حلال أو حرام بد أن تخرج من الحرام بأي صورة من الصور. التاجر يعرف إذا كان يريد أن لا يبيع يعرف كيف يتصرف. طيب شيخ بس لتلخيص الفتوى. نعم لتلخيص الفتوى يقال لي أصحاب المحلات اللي يبيعون أمور تستعمل في الحرام يجوز لك المتاجرة فيها إلا إذا علمت أو غلب على ظنك استعمالها في الحرام. نعم هكذا كلام صحيح. إذا غلب على ظنك أن الذي يشتري منك هو يستعملها في الحرام لا تعينه لأن الله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. لكن مع ذلك ما لم يحصل لك هذا الأمر الأصل في البيع هو جائز. شيخنا أصحاب المحلات المنطقية يبيعون الولعات ولا يعرف الحل الذي امامه انه مدخن، لكن احيانا يستخدمها في الطبخ كذا في الاشياء الاخرى يعني. فهو يعني ما تغلبش على الظن يعني هو ربما مدخن يعرف، لكن الولاعه تستخدم فيها كثير الاشياء يعني. اعرف هذا كما قلت لك، اذا كان يغلب على ظنك انه علمت وتيقنت انه يستعملها في المعصيه فلا تعنه، واذا كان لم يغلب على ظنك هذا الامر فالاصل هو الجواز، جواز البيع. الشخص اللي يتوسعش في التقييد من القيد والتحريم القيد من اصل الاباحه نصل الاباحه الشخص اللي يتوسعش اي ما توسعش في التحريم هيك الاصل يعني. الحديث الماضي شيخنا في صحيح مسلم الحديث اللي في صحيح مسلم قبل قليل حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستقبال القبله ببول او غائط واعطيه بدايل شرق وغرب، وهنا هذا اللي عملت به البلوى هذه الملابس اللي تلبس البيوت تلبس في المناسبات وين البديل الان؟ اللي بيحرر نقصد يعني. لا البديل هو البديل هو البديل موجود، لكن الناس يعني في القبيح مثل القطاء وفي الحسن اضل من الغربان، يعني في الاشياء القبيحه واللي سموها موضات ولا زينه ولا كل واحد يزايد على الثاني من النساء وكذا كانوا يتسابقون في تشمير اللباس والعري وما يسمونها الموضات، والبدائل الستر موجوده لكنهم لا يريدونها، يعني يتسابقون في المعاصي وفي الحرام قله الدين وقله الاقبال على المسائل هذه. فالبدائل موجوده لكن قضيه تحتاج الى ثقافه يعني المراه المسلمه متى تعلم حدودها الشرعيه وان تمسكها بحدودها الشرعيه سواء كان في الحجاب او في غيره من تعاملها وفي أعمالها وفي كذا
أن هذا هو رفعة من شأنها وأنه هو تكريم لها وأن هذا يعني ليس فيه كما يزعمون وأنه هو احتقار المرأة ولا سجن لها ولا حرمانها ولا عدم مشاركتها. هم الآن نصور المسائل على غير صورتها الصحيحة، وذلك جعل النساء من باب أنهم يرفعوا عن نفسهم تهمة التخلف وتهمة الاستعباد وتهمة سيطرة الرجل وتهمة كذا، فينطلقون ويتحدون وكل يوم يعني حتى صار ما يسمونه حجاب ليس حجابا، حتى الآن الشائع في الطرقات وفي أغلب الأماكن ما يسمونه حجاب لا علاقة بالحجاب الشرعي، هو كله زينة وكل تبرج وكل مظاهر فتن وكذا وبنطلونات وزينة في الوجه وأي حاجة على الرأس كذا بطريقة بحيث تكون المرأة أنيقة وتظهر أمام الرجال بمظهر حسن، وسموا هذا ويشاح وسموا هذا ما أعرف شيء سموا. فهي هذه المسائل ليس لأنها ليس هناك شيء بديل، البديل موجود لكن في إعراض عن البديل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يقول وأجبر المشتري من غير فسخ للبيع على إخراجه عن ملكه ببيع أو بعتق ناجز أو هبة لمسلم، يعني يجبر إذا كان حصل هذا البيع الممنوع يجبر المشتري على إخراجه عن ملكه. إذا بيع كتابي يهودي لكتابي يعني نصراني والبيع قلنا هذا محرم، يجب عليه المشتري أن يخرجه عن ملكه، يعني لا يفسد البيع غير يفسد البيع، لأن هناك فرق بين أن تصحح له بيعه الأول وتجبره على إخراجه رفعا للضرر وبين أن تفسد عليه العقد، لأن فساد العقد يترتب عليه أحكام أخرى في تعلق بحقوق وأثمان ورد قيم ورد كذا. قال لا، هو ليس بفساد، يعني ذكرنا لا لفساد البيع وإنما ل رفع الضرر عن هذا الشيء المباع للمشتري، فيجبر على إخراجه إما ببيع آخر لمن يحق له شراؤه أو بهبته أو بأي صورة من صور نقل ملكية. هذه الحالة النهي لم يقتضي الفساد، النهي لا يقتضي الفساد. وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة لمسلم ولو وهبته كافرة اشترته لولدها الصغير المسلم وقدرتها على اعتصارها منه. لا يجوز، يجوز حتى ما قلنا الهبة، قال ما يفرض أن مرأة اشترته إليه يجوز لها الشراء وهبته لابنها الصغير، وقلنا أنه يجوز أن تخرجه بهبة وهي وهبته، لكن هناك أمر هذه المرأة اللي وهبت بإمكانها أن تعتصر من ابنها ما وهبته له، هل حقها في الاعتصار لا يسمي هذا إخراجا لهذا الشخص عن ملكها؟ قال لا يسمى إخراج، حتى لو كان هي عندها حق في الاعتصار لكن ما دام خرجته عن ملكها فهذا يكفي، بعد ذلك إذا اعتصرته لنا معها موقف آخر. وقدرتها على اعتصاره منه لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج. لا تمنع، لا تم ايش؟ لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج. للهبة يعني. نعم. للهبة والاعتصار، الاعتصار لا يمنع في الاكتفاء من الاخر. نعم. يعني لا تكفي هبته لولدها الصغير يعني الكافر هذا. لا تكفي ولا تمنع من كونها عندها قدرة على إخراجها من يد صغيرها، هذا لا يكون عائقا، بل تكفي إخراجها لهبة هذا المملوك لابنها الصغير كافي حتى ولو كان عندها هي قدرة على الاعتصار. نعم. لأن لو اعتصرته يكون لنا معها حكم آخر بعد ذلك. نعم فهمت. نعم. ما فهمش المسألة. الاعتصار معنى الاعتصار. الاعتصار هو هذا خاص بالأب وبالأم، يعني حق الأب والأم وليس إلى الجد وإلى الجدة في الفقه المالكي. إذا كان الأب وهب هبة لابنه أو الأم وهبت هبة لابنها أو لابنتها، يعني أي شيء مال أو عقار أو أرض أو كذا وأخرته عن تصرفها وأعطته له، فإنه يجوز لها
أن ترجع فيه في أي وقت من الأوقات. اعتصار معناه الرجوع في الهبة. الأصل أن الرجوع في الهبة غير جائز، حرام. الإنسان إذا تصدق بصدقة وأعطى هبة لا يجوز له أن يندم فيها، يقول أني أعطيتها ببلاش وأعطيتها هكذا ولأن ندمت، حرام عليه، لا يجوز أن يندم ولا أن يرجع فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. كان الإنسان يقذف ويلحس ليعطي حاجة ثم يندم عليها ويرجع عليها، هذا تشبيهه، فلا يجوز له أن يفعل. لكن استثنى الشارع الأب والأم، إذا أعطوا شيئا لابنه أو لابنتهم لهم الحق أن يعتصروها بشروط. يعني إذا لم يترتب على ذلك ضرر على الابن أو البنت، بمعنى أنه استدان أو باع أملاكا من أجلها أو فعل كذا، فإن في الأمور المعتادة على خلاف القاعدة يجوز لهم الاعتصار والرجوع فيما وهبوا. على الأرجح لا يكفي الإخراج بكتابة إن لم تبع وإلا كفت. إن لم تباع بركة. تباع. يعني لا يكفي الإخراج بالكتابة. يعني إذا كان الإنسان عنده مملوك مما لا اشتراه وهو لا يجوز له أن يتملكه، فقلنا يجب أن يخرجه من ملكه. فيقول أنا سأخرجه عن ملكي، ولكن مش الآن، سأكتبه. الكتابة معناه أن يتفق معه على أقساط السيد مع مملوكه، يقول له أنت لمدة عام عامين 5 سنين 10 سنين تعطيني، يسمونها النجوم، يعني الثمن منجم، نجم الكتابة يسمى، في كل شهر تعطيني 100 دينار 50 دينار، في نهاية الخمس سنين تكون حرا. فهل هذا يكفي في إخراج المملوك من يده وهو لا يجوز أن يتملكه؟ قال لا، لا يجوز، هذا لا يكفي، لا يسمى إخراجا، مجرد أن تكاتبه لا يسمى إخراجا، إلا أن تباع الكتابة، بمعنى أنك كتبته وهذه الكتابة هي بمقدار معين فبيعتها لشخص آخر، بحيث يصير هو تصرفه وتعامله مع شخص آخر يجوز له أن يملكه. يبيع الكتابة لمسلم، بعد كتاب مسلم، أن هذا المملوك إذا أعطى النجوم هذه والأقساط الشهرية لهذا المسلم فإنه يصير، فبعدها تكون السيطرة والتشغيل والتعميل وكذا كله على من اشترى النجوم، ما عادش يكون في سيطرة الكافر على المسلم. هذا هو صحيح، العتق لا يتم إلا بآخر نجم من نجوم الكتابة، آخر قسط، لما يدفع آخر قسط يصير حرا. لكن في أثناء عندما تباع هذه النجوم، الكافر الأول ما عادش عليه سيطرة عليه، فتبقى السيطرة على من اشترى النجوم. لا بكتابة إن لم تباع وإلا كفت. وقد ذكر المصنف ما يفيد وجوب بيعها بقوله: ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت. ولو قال: لا بك كتابة، ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق. يشمل التدبير والاستيلاد، إذن ما يكفيش التدبير وما يكفيش الاستيلاد، يعني هذا اشترى مملوك وهو لا يجوز أن يشتريه، فيقول أنا أريد أن، قلت لي لابد أن تعتقه وتخرجه عن ملكك، أريد أن أجعله مدبرا. المدبر أن يقول السيد لمملوكي: أنت على دبر مني، يعني عندما أموت تكون حرا. فهذا لا يكفي، لأنه سيبقى تحت سيطرة الكافر إلى أن يموت. لا يكفي التدبير ولا إيه؟ الاستيلاد. ولا الاستيلاد أيضا، يعني يستورد الأمى، لأن الأمى معروف إذا كان سيدها وطئها عندما تلد الولد يكون حرا وهي تعتق على عبدها. ف الاستيلاد أيضا لا يكفي، أن مجرد أنها حملت وكذا، فهذا كله أيضا لا يكفي. وهنا لم يقل لعل العبارة: ولو قال لا بك كتابة ليشمل كذا، لا كان أولى ذكر. إيه، يعني لا يكفي إخراج بالكتابة بك كتابة باش يشمل، أيضا لا يكفي بالتدبير ولا يكفي بالاستيلاد. لما تقول ككتابة معنى تشبيه، يعني هو المصنف عبارته لا تكفي الكتابة، فقد يفهم منها أن غير الكتابة تكفي. قال لو كان أحسن جاب لنا بالتشبيه، قال لا ككتابة بحاجة يدخل فيها التدبير ويدخل فيها الاستيلاد، يكون أحسن. نعم. كيف يشيخ بي ككتابة؟ نعم. لا بي ككتابة. أي. فصل يعني بين الباء والكاف. أي بك كتابة. بك كتابة. يعني إدخال حرفين، حرفا جر يعني.
يعني كل المتون يتوسع فيها بل يتوسع بغيرها. لأن الكتب مبنية على اختصار، المتون كل حرف منها معدود على تقدير يعني. آه يعدونها بالحروف، يعدونها بالحروف إلا يتكلمون بحرف زائد. فهو إذا أراد أن يوصل لك المعنى بخمسة حروف أحسن من أن يوصلهم بستة حروف. هو هنا يستطيع يوصلهم بحرفي جر دخلهم على بعضهم عشان تفهم منها أن الإخراج بالكتابة ما يكفيش، وكذلك بالتدبير، وكذلك ما شباهه من الاستناد وغير ذلك. كان بمعنى مثل يعني. كيف؟ الكاف بمعنى مثل. مش معناته الكاف على معنى مثل، بمثل كتابه، على مثل ايه نعم. لكن هي كل حرف هي مثل كتابه بالتشبيه، كاف تشبيهي. لا ولو قال لا بك كتابه ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق لاجل كان اولى. ويؤاجر المدبر ونجز عتق ام الولد وتباع. ويؤاجر المدبر يعني إذا كان حصل هذا وقال أنت على دبر مني وهو لا يجوز أن يتملكه، يجب أن يؤاجره لمسلم بحيث ترتفع يده عنه. يؤاجر لمسلم وخلاص انتهى المسألة. ويؤاجر المدبر مدبر ونجز عتق أم الولد. وينجز عتق أم الولد بمجرد ما يطعها وتحمل يجب أن تعتق عليه، لا ينتظى حتى تلد. وتباع خدمة المعتق لأجل. وخدمة المعتق لأجل أيضا لا تكفي، لأنه هذا معتق لأجل نعدوه بعد عام بعد عامين وكذا، خدمته أيضا تباع في هذه المدة قبل الأجل إلى مسلم اللي هو يتولى عليه السلطة. لا بكتابة ولا رهن في دين فيؤخذ. لا لا إيش؟ عن المتن يقول لا بكتابة ورهن. إيه ورهن، يعني الكتابة تتقدم الكلام عليها، ورهن أيضا. إيه ورهن يعني لا يجوز إخراجه برهن، يعني إذا كان هذا الذي اشتراه ولا يجوز له أن يتملكه وقال أنتم خلاص مش قلتوا أني ما يجوزش أن أتملكه، أني عندي أرض وعقار أشتريها بالدين سأجعله رهنا في الدين هذا، والرهن معروف أنه يسلم للمرتهن اشترى مثلا من المسلم، فهل هذا يكفيه أنه عندما يسلم الرهن للمرتهن؟ أنا عندنا راهن وعندنا مرتهن عشان يكون المسألة واضحة، ودائن ومدين. لما يشتري الإنسان شيء بالدين، المدين يطلب منه، يطلب منه الدائن. لما تمشي الدكان تشتري منه سلعة بالدين وتقول له ما عنديش فلوس الآن بخلصك بعد شهر، يقول لك من قال لك انت بعد شهر؟ من قال بعد شهر تجيب الفلوس؟ لك عشان نلقاك تهرب مره. يقول له باي كيف نعمل؟ يقول لك اعطيني رهن. شنو الرهن؟ جيب لي حلي متاع زوجتك، جيب لي سلاحك، كان عندك سلاح، جيب لي اي شيء له قيمه، ارهن لي بيتك، ارهن لي حوشك. يعني اكتب ان هذا مرهون ويكون عندي تحت تصرفي في خزنتي او الوثيقه متاعه عندي، بحيث أنك إذا أنت في الأجل بعد شهر ما خلصتيش في الدين أني من حقي أن أبيع هذا الرهن. هذا يسمى رهن، من حقي أن أبيع هذا الرهن في السوق وأبيعه بأعلى سعر ممكن، هيك الواجب يعني العدل يقضي هذا، بأعلى سعر ممكن بشهادة شهود وبلجنة عن طريق المحكمة وكذا، وأخذ ما مقدار الدين متاعي وما زاد عليه ردك ثمنه. لا نأخذ الرهن ونبيعه زي ما يسوى زي الدين ولا أقل وأكثر، هذا يسمى إغلاق الرهن، حرام. وهذا الحديث لا يغلق الرهن، بمعنى تأخذ من الرهن يقول أنا أخذ كانك أنت خلصتني كويس، ما خلصتنيش خلاص ضاع عليك الرهن وخلاص، هذا لا يجوز. لكن هو يأخذه وعندما يأتي اللاجل يبيعه، هو يبيعه بمعرفة القاضي ومعرفة الناس العدول وأهل السوق والخبرة، ويأخذ دينه ويرد لك الباقي. فأنت أيها المدين اللي شريت بالدين تسمى راهن، وهو الدائن يسمى مرتهن، والأرض أو الذهب اللي أعطيته له يسمى رهن. وشرط الرهن حيث يتم ويصح أن يكون في حوزة المرتهن، في حوزة الدائن، لا يبقى عندك أنت. لا يبقى عندك أنت شو الفائدة؟ ماذا يستفيد؟ تهرب ولا تأتي بالثمن ولا تحصل على شيء. فهنا هذا الذي اشترى يعني مملوكا وقلنا لا يجوز له أن يشتريه وهو غير مسلم،
قال أريد لست شيء بالدين، وهذا اللي تكلمت عليه أجعله رهن لأنه يباع مملوك، يباع ويقدر يبيعه ويخلص من ثمن. فقال أضعه رهنا عند مسلم، فهل إخراجه رهن هذا يسمى إخراج عن ملكه عن يده ويكفي هذا ولا لا يكفي؟ لا يكفي. قال لا يكفي. أيوة. كتابة ورهن، لا كتابة ورهن ولا رهن. فيؤخذ الرهن ويباع، وأتى الكافر الراهن بدله برهن ثقة فيه وفاء للدين. يعني ده لك حل، زي ما قلت مش يمنعك وخلاص، يمنعك ده لك حل. قال لك هذا ده حدث، نقول هذا لا يكفي ولابد أن يباع الرهن ونرجع للوضع الأول، ونطالب الرهن بأن يأتي برهن ثقة بحيث لا نضيع حق الدائن. لأن حين نقول احنا هذا الرهن لا يجوز أن يبقى رهن لأنه يجب أن يخرجه عن ملكه، يقول لكم ماني كيف ما لما مالي وديني كيف يضيع هكي تاخذوا مني وخلاص، ايه الدين هذا ما يبيش يعترف بدين المسلمين ولا. فيقول انت ليك الحق ان نضمن لك دينك. كيف نضمن لك دينك؟ يؤتى برهن ثقة، يعني في الملاءة وفي يعني القيمة المالية تساوي القيمة المالية متاع الدين او القيمة المالية متاع المملوك هذا اللي اخذناه منه، ويكون هو ايضا مامون انه يستطيع ان يبيعه وان يتحصل على ثمنه، فيؤتى بدله برهن ثقه. الكافر هو المالك للمملوك هذا. نعم، الكافر هو اللي اشترى، هو اللي اشترى المملوك، اشتراه، ما هو اشتراه، ما هو حني اشتراه ونبغى ننزعه من يده. قلنا اذا اشتراه هو لا يجوز له ان يتملكه، يجب ان يخرجه عن ملكه اما بعتق او بشيء اخر. قال هل يكفي إخراجه عن يده برهن؟ لأن الرهن يصير تحت، قد يكون المرتهن مسلم بيصير في حوزة المرتهن، هل هذا يكفي؟ قال لا ما يكفيش حتى وكان هو في حوزة المرتهن. لماذا؟ لأن ملكية الرهن للرهن، قاعدة أن الرهن مملوك لمن؟ مملوك للرهن، ولك ريعه ونفعه وغلته كلها للرهن. لو أنت ارتهنت أي شيء دكان وكذا ووضع المرتهن على يده، فإذا استأجره وأجره أو استفاد منه بشيء فلابد أن يرده لأن الملكية للراهن ليست للمرتهن. وأتى الكافر الراهن بدله برهن ثقة فيه وفاء للدين، إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه، أي إسلام العبد الرهن. إن علم بإسلامه يعني أنه مشارك في هذه الحالة، نأخذه منه غصبا عنه ونعطوه برهن آخر بدله، لأنه يعرف أنه مسلم، هو تعدم من الأول يعرف أن هذا مسلم تحت كافر، وهو يريد أن يتهم أنه كان متواطي معه أحيانا، وذاك لا نعذره ونأخذه منه إن كان يعلم. وكذلك إذا كان الرهن هذا معين، أحيانا لما تحصل مداينة الدائن يقول لك أني لا أرضى إلا بهذا المملوك وحده، لا تأتي بمملوك آخر، أعرف المماليك وأعرف فسادهم وأعرف خبثهم وأعرف كيدهم، أنا لا أريد إلا هذا معينا، فهذا لي حكم، لأنه إذا كان معينا يبقى له وضع خاص، ويجب أن يعذر الدائن في هذه الحالة ولابد أن نضع له حل آخر. لكن إذا كان غير معين، وين هم معي الناس قال جيب لي مملوك وخلاص ويبقى راهن، هو عالم بأن مالكه مسلما، في هذه الحالة يؤخذ الراهن من المرتهن، لأن من الصعب أن تأخذ الراهن من المرتهن، لأن الراهن هذا من الأشياء العينية، حتى عند الإفلاس وعند الموت وعند التركة أيضا، إذا كان إنسان يموت عند تركة أول الحقوق التي تؤخذ وتسبق غيرها هي الحقوق العينية هذه، إذا كان واحد عند رهن مالك رهن هذه التركة فما يستطيع الورثة أن يأخذوه ولا يعني يسبق صاحب أصحاب الديون كلهم، ولا يقتسم معهم يعني. لا يقتسم معهم، لا يقتسم معهم ويسبقهم يأخذ، لأن هذا حقه تعين في هذه، فهو هنا إذا تعين له حكم خاص. لكن إذا كان قال أريد مملوك أي مملوك وأتاه بمملوك وتبين هذا المملوك يملكه كافر ويجب أن يخرج من يده، وكان يعلم المرتهن يعلم أن هذا مسلم أن الراهن مسلم،
فإنه لا يعذر بل يؤخذ منه. الأصل لا يؤخذ الرهن من مرتهنه لأن فيه إبطال لحقه، لكن في هذه الحالة يؤخذ منه. لماذا؟ لأنه كأنه متواطي، كأنه يعلم أنه مسلم وذلك قبله وأنه لا يحق له أن يقبله، فيؤخذ منه غصبا، ولكن لا يضيع حقه بل يستبدل برهن، رهن مالي ثقة يوفي الدين المطلوب. بايع الرهن هو الرهن ولا المرتهن؟ لبيع في في عندما ياتي اجل الدين لبيع المرتهن، هو اللي بيبيع. ويجوز له شراءه. من اللي بيشري؟ هو نفس المرتهن، عجبات الحاجه يعرضها في السوق تثمن ياخذها هو. قد يكون هذا هو اللي هو يباع، كما قلت لك يباع بيع عدل، لا يباع هكذا، لا يباع في الخفية، يوضع في يوضع في المزاد العاني بمعرفه القاضي وبمعرفه لجنه ال هيئة السوق وأمين السوق، إذا كان السلع لها سوق، سوق عقار أو سوق ذهب وسوق كذا. فإذا رأى القاضي ورأت اللجنة أن هذا بيع عدل يمكن يبيع له، لا حرج في هذه. هو ربما المسائل في مسائل يبقى فيها تهمة، لو ما يتمش بصورة صحيحة قد يتهم فيها بأن اشتراه بأقل من ثمنه أو تحايل فيه على أمر من الأمور. مثل مثلا أنت توكل إنسان على أن يبيع لك سلعة ثم يشتريها لنفسه، يعني هو محل تهمة. فمن الناس من يمنع الوكيل أن يشتري لنفسه، لكن لو كان هو شراء عدل ومعلن بإذن من الجهات السلطات المعلومة وكذا، فضل أنه لا حرج، لأنه هو الذين يمنعونه خوفا من الوقوع في الظلم وأكل المال بالباطل بطريق غير صحيح. ولم إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه أي إسلام العبد الرهن، وهذا القيد لابن محرز، ولم يعين للرهنية أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه. أي هذا قيد آخر، يعني الأول إن علم بإسلامه فإننا نأخذه منه ولا نعذره، كنا على خلاف القاعدة، القاعدة أن الرهن لا يؤخذ من المرتهن، لكن إذا علم بإسلامه فهو كأنه أسهم في التواطؤ مع الراهن. والقيد الآخر إن لم يعين أيضا، لأن كما قلت يعني التعيين له مغزى وله معنى، إذا كان هو أساسا عندما تعاقد قال لا أريد إلا هذا فقط أما غيره فلا أقبله، فإذا لم يقع التعيين إنه يؤخذ منه. إذا لم يقع التعيين وهو مجرد اشتراطه على مملوك فقط فإنه يؤخذ منه إذا تبين أنه مسلم، حتى لو لم يعلم أنه مسلم من بادئ الأمر، لكن لم يقع تعيين فإنه يؤخذ منه ويعطى رهنا ثقة بدله. القيد الأول قال لابن محرز اللي هو إن علم بإسلامه، وإن لم الآخر إن لم يعين ربما هذا قيد آخر. نعم، وهذا القيد لبعض القرويين. وإلا يعني كأن إذا وجد هذان القيدان فبالاتفاق بين ابن محرز والقرويين أنه يجب أن يؤخذ منه ويعطى رهن ثقة، وإذا وجد أحد القيدين فيبقى على الخلاف بين ابن محرز وبين القرويين، ليشترط شرطا أنه يعني ابن محرز قال إن علم بإسلامه فيوفى له ويؤخذ منه، فإذا لم يعلم بإسلامه ابن محرز يقول لا يؤخذ منه، كان يقول لا يؤخذ منه، لأن شرط ابن محرز أن علم بإسلامه فقط، أما الشرط الآخر فوالي القرويين. شيخ لعلنا نقف هنا وإن كان هو في انتهى. طيب. لا بأس. طيب. عندي كثير من الأسئلة سنأخذ بعضها. يعني هو أنتم تريد أن تطيلوا الكلام في الأبواب الرقيق هذه ولا تتجاوزوها بسرعة وتمشوا لغيره؟ نعم؟ تحضرها خير ما فيهاش فايدة. تجاوزوها. ما فيهاش فايدة. تجاوزوها. حق وزوم متحقق. نعم؟ فيها وزوم متحقق الآن ولا يعني فائدة فائدة خلاص. مو عاد عامة. ما هي لا بس إذا رغبتم فيها ناخذها لكن. ربما لو. نعم؟ قال تجاوزوها. تجاوزوا أفضل يعني. كما تحبون، لأن هذا اللي يريكم أن تشوفوا المصلحة فيما بينكم، إذا هو مصلحة نأخذ به، لأن أحيانا غيرها اللي هو أشياء عملية وموجودة في الواقع أفيد منها، وأحيانا نقول لا هذا باب من الفقه وما فيش من يقري فيه وما فيش من يقول فيه، خلاص كما تحبون. لعل فك طيب.
ولعل فك العباده سياتي زمان. يعني الان تقراها قراءه سريعه خفيفه يعني لا تطيل فيها، مجرد قراءه كذا اذا كان في كلمه غامضه تشرح ربما احسن من التطويل فيها قد يكون لك والله اعلم. عندنا كثير من الاسئله لكن سناخذ بعض الاسئله باقي ان شاء الله نؤجله للغد ان شاء الله. لانك يعني لا تجد لا مستولده ولا ام ولد ولا تجد مدبوس انتهى. سؤال طويل شوي يا شيخ لكن هو يقول استلف عمر من زيد مبلغا قدره 20,000 دينار سنة 1980 واشترى بها كيلوين من الذهب للتجارة فيها، وماطل عمر زيدا وبعد 20 سنة قام عمر برد المبلغ لزيد إلا أن زيدا رفض الاستلام وطالب 100,000 دينار محتجا بأن مبلغ الدين يساوي 2 كيلو ذهب والمطلوب هو ثمن 2 كيلو أي 100,000 دينار. لا هذا غير جائز شرعا لأن الدين لا يرد بالقيمة، الدين إذا كان نقدا لا يرد بالقيمة وإنما يرد والمماثلة فيه إما بالعد أو بالوزن، يرده عدا أو وزنا، كان ذهب أخذه ذهب يرد وزنه ذهبا، وكان نقودا أخذه نقودا، وهذا غير هذا ربا صراح واضح. ويدل على هذا حديث تمر خيبر، تمر خيبر عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بتمر جنيب وقال كل تمر خيبر هكذا، قالوا لا إن نشتري الصاع بالصاعين لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال أوه ردوه ذاك عين الربا. هما في الواقع في تمر جيد وتمر رديء، فالتمر الموجود في خيبر تمر رديء، ويدون أن يعطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا، فالكيلوين من التمر الرديء من حيث القيمة تساوي كيلو من التمر الجيد، فهم استبدلوا هكذا. إذا يعني كانت الربويات ينفع فيها القيمة فهذا عدل، يعني تقول ظاهره عدل لأن 2 بـ1 هذا هو العدل. فلما سأل عنه وقال له احنا بدلناها 2 بـ1 مع أن القيمة هي هي قيمة حقيقية، قال أوه ذاك عين الربا ردوه، فأمر برده لا يجوز. فالربويات لا ينظر فيها إلى القيمة في التبادل ولا في الديون ولا كذا، لا ينظر فيها إلى القيمة، ينظر فيها إلى وزنها أو إلى عددها. يقول السائل ما حكم ما يتخذ اليوم في بعض المساجد من خشب تتخذ كسترة يضعها المصلي أمامه في المسجد؟ لا حرج، السترة هذه مطلوبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أغلب أحواله يصلي إلى سترة، وصلى في بعض الأحيان إلى غير سترة بحديث صحيح واضح هذا ليبين الجواز، لأن ليس فرض وليس واجب، لكن السنة المعروفة الكثيرة في سفر وفي حضر كان يصلي إلى سترة، فإذا كان الناس طرحوا على شيء من الخشب وغير ذلك فلا حرج فيه. لا يصل على الحكم. نعم. الآن أصبح لا يسأل عن حكم السترة، أصبحت منتشرة الآن في جنب السواري صناعة خشب. وإيش الإشكال فيها يعني؟ ما المشكلة إذا كان ما فيش أنت الآن السارية يمكن تنفع لشخصين يكونوا سترة وباقي الناس اللي يصلوا كيف يصلي إذا كانوا يريدون يصلوا؟ وهذا ليسأل عليه. لا حرج فيه. والذي كان يركز عليه أمامه فالغرض يعني الستره ما دام الستره مطلوبه واي شيء انت تعمله سواء كان خشب ولا شيء اخر كله جائز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دار العرزه ودار الحرب هذه ودار يعني مؤخره الرحل وصلى الى من امامه الى عائشه رضي الله عنها وهي نائمه وصلى، فكل ما ينفع ان يكون ستره يجوز. فلأن الأماكن الناس أحيانا يكون مصلون كثيرون والسارية يمكن تنفع لشخص أو تنفع لشخصين لكن لا تنفع لأكثر. وبالمناسبة الناس عندما يصلون إلى ستر الفقه المالكي يعني دقيق في هذه المسألة وينبه دائما أن المصلي لا يجعل ستر أمام نصب عينيه هكذا وإنما جعلها عن يمينه قليلا وعن شماله قليلا حتى يسبها بعبادة الأوثان وعبادة الأصنام، وهذه تعطي فرصة أن السارية تنفع لاثنين، لكن لا تجد الناس من يطبق هذا الآن، كل من يستولى على عمود ما تجد معه في فرصة يأخذه كاملا هو بدنه. قالوا ينبغي أن يميل يمينا ويميل شمالا قليلا تبقى هي على يمينه وعن شماله فيمكن يصلي اثنين إلى العمود الواحد. هذا الشيء فرض فيها ويتركها. هم؟ فرض فيها
ويترك السترة ويصلي لغير السترة، يعني آثم مكلف؟ لا ليس آثما، لا ليس آثما، هي سنة كما قلت، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه ثبت صلى إلى غير السترة، فلا يكون فعل النبي إثما يعني أبدا. أقصد القيد هنا إذا كان موجود السترة يعني في الأصل، يعني موجود يعني حتى ولو موجود هي سنة، السنة لا يتغير حكمها سواء كان موجود أو مش موجود. يعني تقول الإنسان لو ترك باختياره أن يصلي تحية المسجد يقال له آثم، باختياره هو يقدر يصلي لكنه ترك السنة. فالسنة هي معروفة أنه لا يأثم تاركها، يمدح ويثاب فاعلها ولا يذم تاركها. شيخ، السؤال السابق بخصوص المبلغ الدين، هو المقصود من السؤال هو القوة الشرعية للعشرين ألف دينار؟ لا 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 ينظر إليها، لا ينظر إليها، لا ينظر. هذا 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 هذه عقية مماطلة يا شيخ، مماطلة آثم، المماطلة آثمة، وأنت مفرط، أنت مفرط. حيكون نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الرهن الآن. عفوا يا شيخ، هذا في الواقع في القانون المدني لا يجوز إثبات الحق إذا تعدى الثمن 10 دينار إلا بالكتابة. ما تقدرش تثبت حقك إلا بكتابة كان أكثر من 10 دينار. أنت مفرط، أنت صاحب الدين، أنت مفرط. حيكون نتكلم عن الرهن. أنت ما الذي يجعلك الآن هو يماطلك 100 سنة و 20 سنة؟ لماذا؟ هل ضرب على يديك؟ هل قهرك؟ هل جبرك أنك تعطيه؟ فرضية ها؟ هي فرضية القياس. يعني يقول لك الفرضية أفرضها بالوضع الصحيح، ليش تفرضها بالوضع الباطل؟ أنت أيها المدين أو أيها الشخص اللي أنت الداي اللي بتاخذ بتعطي شيء بالدين، ينبغي إذا كان تبي تتوثق من نفسك وما تدخلش في المماطلة والكذب والزور وكذا، خذ رهن، خذ ضامن، خذ كفيل، قول له ما قدرش نعطيك وخلاص، أعطيني صك، أعطيني ضامن يضمنك أن نثق فيه أنه يخلصني، أعطيني عرض، أعطيني كذا، بهذه الصورة تتجنب المسائل الأخرى اللي تكلم عنها. الشيخ الشيخ فوزي ما كملش السؤال، هو فيها فرضية ثانية اللي هي السيارة لمن يقودها، اللي يخذ سيارة في 70 أو 80 حقها 6000 دينار، اللي هي سيارة الدفع اللي يردها تولي صاحبها بثمنها ولا يجيبها سيارة نفسها. ما فهمش الموضوع، كلام واضح. الموضوع الدين، الدين لا يزيد والسعي، إذا كان أخذ دين، الدين لا يزيد باختلاف القيمة وباختلاف السلعة، الدين لا يزيد، لا يتغير، الدين لابد يبقى كما هو. على الغصب. نعم؟ على الغصب، الغصب مختلف عنده، غصبها مختلفة عنده. الغصب أول ما يغصب يسأل الحاجة تعلق قيمتها في ذمته، خلاص لزمته القيمة. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.